الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى سنن النسائي، ما زلنا مع كتاب الإمامة، باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة. روى مسلم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه قد صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين. هذه إن كانوا ثلاثة وكانت امرأة، فإن مكان المرأة هنا تكون خلف الصغير، فيكون الرجل ثم الطفل أيضا يكمل به الصف، وهذا أيضا يستدل به، ولأن أبي دخل فوجد صغيرا خلف الإمام فقال له يا بني هذا مكاني، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى فردعوا. لكن الشاهد أنه يكمل به الصف. وهنا أنس أتى بحصير قد لبس، وهذا يستدل به علماء المعاملات بأن الافتراش كاللبس، لذلك نهى النبي عن افتراش الحرير وعن جلود النمار، نهى النبي عن ذلك، فالافتراش كاللبس. قال فنضحت بماء وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا. فهنا المرأة تكون، نعم خذ العنوان من المشرفين، المرأة تكون خلف الصفوف وإن كانت وحدها. وهذا الحديث استدل به الجمهور العلماء على الحنابلة والظاهرية أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تبطل. قالوا أنه صلت المرأة خلف، نقول الحق أنها اتقت الله ما استطعت، وأن مقامها أصلا في الصلاة هو أن تكون خلف الرجال، مقامها في الصلاة أن تكون خلف الرجال. فلذلك قال صففت أنا واليتيم والعجوز خلفنا، فالعجوز مكانها ومقامها خلف الرجال. فإن صلت وحدها لا يقال بأن الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف أنها جائزة، لأن هناك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا صلاة المنفرد خلف الصف. هناك رواية هي صحيحة، مر النبي على رجل صلى منفردا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، أو قال له أعد صلاتك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك. فلا يستدل بهذا الحديث لأن مقام المرأة صلاة خلف الرجال سواء كانت منفردة أو كان مع أحد، وقد اتقت الله ما استطاعت. وفي رواية أخرى عن أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام، قال خالتي، فقال النبي بعدما أكل فقوموا فلأصلي بكم، فصلى بهم هو واليتيم وأنس خلفه والنساء خلفهم خلف الصغار. ولذلك هم رتبوا في الجنازة يكون الرجل ثم الطفل ثم المرأة. وعلى أنس كان هو رسول الله وأمه وخالته، فصلى رسول الله فجعل أنسا عن يميني وأمه وخالته خلفهما، هذا إن كان أنس وحده، فجعل عن يميني وجعل النساء خلفه، وهذه فيها دلالة على أن موضع المرأة أصالة يكون خلف الإمام، يكون خلف الإمام. شيخنا استنبط من هنا أن لما الإنسان يدعى إلى طعام يصلي لأهل البيت من المستحب لذلك أنه يصلي لهم ويدعو لهم، هو قال فلأصلي لكم يصلي لهم، يعني لأن البركة في ذلك. ولما دخل على كعب بن مالك وقال له صنعت لك طعاما، قال لا أين تريدني أن أصلي؟ تقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب. وهناك رواية في السنن أنه إذا دخل بيتا يصلي ركعتين أو إذا خرج منه يصلي ركعتين حفاظا للدخول والخروج، لكن يعني
يقال بها ذلك؟ لا، لأنها مطلقة صراحة، ولم نرى أن أحد من الصحابة حافظ عليها أو النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، لكنه قال بها بأنها صلاة الحفظ. لكن تقول هذه هي صلاة الحفظ؟ هي صلاة قبل أن يخرج منعته مخرج السوق، منعته مخرج السوق، وأيضا دخول منعته مخرج ما دخل السوق. نعم، لكن المداوم عليها لم يرد عليها، لم يرد المداوم عليها. ارجع المشرفين الفؤاد المصنبطة، لا مؤاخذة على من اتقى الله ما استطاع. الحكم بلم شمل الأدلة لا بالنظر بعين عوراء، لابد أن ينظر بجميع العيون فتأتي له النتيجة. جواز الصلاة بالرجال والنساء دون حواجز، لا تصح الصلاة إلا أن يكون هناك ستارة، هذا التنطع. لكن قد نقول يفعل ذلك حسما للمادة وسدا للزريعة خوفا من الفتنة، هذا أمر آخر. ويترك الفتحة الصغيرة، أي نعم، لابد أن يتركها حتى يرى، وإن لم يرى يسمع. نعم، أو يسمع. إذا تنازع الصحابة الخطأ في خبر الصحابية حمل على الصحاب حتى تعكس الصحاب الأغلب من الحال. نعم، هذا صحيح جدا، كلام جيد جدا يا محسن. أبعد الله عنكم، اللهم أمين، رضي الله عنك في هذا الدعاء الطيب. يسمع من غير مكبر، رضي الله عنك، رضي الله عنك، جزاكم الله كل خير. نعم، شكرا. يسمع من غير مكبر، هذا ده الشرط، ده هذا الشرط الأكيد. أم لي 4 أولاد بيعصبوني كثيرا، أنا مش بني، لكن بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وش مقصدك بحسبنا الله ونعم الوكيل؟ يعني أكفيكم الله، أكفيكم الله أذاهم؟ لا تفعلي ذلك، لا تفعلي ذلك. أن سؤال يقول هل يجوز صلاة المرأة في الشارع بالنقاب؟ الأولى ألا تفعل ذلك إلا إذا ضاق الوقت وخشيت على فوات الوقت، لها أن تصلي في جانب وطرف الطريق لا يراها الكثير من المرة. نعم، ولله الحمد والمنة، إني أحبكم في الله، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم هذا الخير ويجعل إخلاص الوجه لله الكريم، فما كان لله دام واتصل وما كان غير الله انقطع انفصل. نسأل الله أن يحسن علينا وعليكم ويثبت الخير فينا وفيكم، اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.